تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، وتحت رعاية الرئيس السيسي اختتم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول أيامه الثلاث بقصر عابدين، والذي نظمته الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لتصبح مصر الداعم الأكبر لربط الإمكانيات الصحية في قارة أفريقيا ببعضها البعض. ده أول مؤتمر يقام على الأرض المصرية، بيجمع كل الدول الأفريقية والشركات العالمية والمحلية في مجال الأجهزة الطبية ومجال الأدوية والفاكسينز، والحمد لله المؤتمر يعد يعني من أنجح المؤتمرات اللي أقيمت في مصر في الفترة الأخيرة، يمكن ما أقدر أقول إن هو في الشرق الأوسط كمان. بنقدم خدمات رعاية صحية قوية جدا، خاصة في مجال توصيل الرعاية الصحية للأماكن صعب الوصول لها، وده موجود بقوة في أفريقيا، وإحنا هنفضل نساهم وهنساعد الشركات وهنساعد الدول الأفريقية إنها توصل أقصى مستويات الرعاية الصحية لجميع المواطنين في أفريقيا ومصر طبعا. هي حاجة مشرفة، احنا كلنا كمصريين محتاجين لأفريقيا، وأفريقيا محتاجة لمصر، لأن احنا كلنا حاجة واحدة، كلنا شعب واحد، قارة واحدة. لو احنا اهتمينا بأفريقيا وأفريقيا اهتمت بمصر وتعاوننا مع بعض في الدواء، في المستلزمات الطبية، في الغذاء، في الصناعة، في الخبرات. شملت التوصيات العديد من مجالات التعاون المصري الأفريقي في القضاء على فيروس بي وسي، وتبادل الخبرات بين شمال القارة وجنوبها، والدعوة إلى صياغة استراتيجية قارية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، علاوة على إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تربط بين كافة الدول الأفريقية لتيسير التعاون القاري في المجال الصحي. مصر مع وجود المدينة الطبية اللي معمولة في مصر، المدينة الصناعية الطبية اللي موجودة في مصر دي، هتبقى حاجة كويسة جدا، وهتساعد الشراكات مع الشركات الأجنبية ان هي تبدأ تصنيع هنا لمصر، وده هيقلل من أسعار الأدوية ويوفر فرصة كبيرة لمصر ان هي تبقى البوابة لكل الشركات الأجنبية ان هي تصنع في مصر وتورد حاجتها للدول الأفريقية بأسعار مناسبة. المؤتمر جزء أساسي من أهدافه هو تبادل الخبرات دي، وإنك تستمع لوجهات نظر مختلفة، إنك توصل لحلول مع الشركاء الأفارقة، وأعتقد إن ده اتحقق في المؤتمر ده، ونتمنى إن شاء الله في النسخ الجديدة إن تبقى المشاركة أفضل وأقوى وأعمق. بنجاح كبير انتهت الدورة الأولى من المؤتمر الطبي الأفريقي بعد الإجماع على الإعادة بشكل دوري كل عام باستضافة مصرية لخلق أوجه تعاون جديدة بين أطراف التنمية الصحية والجهات الفاعلة في أفريقيا، لينعقد الاجتماع المقبل تحت شعار تخفيض تكلفة الخدمات الصحية الأفريقية الشراكات اللازمة. محمد سلامة، الحياة اليوم.